هدوء خادع على وشك الانفجار في وجه حكومه الاطار التنسيقي برئاسه محمد السوداني هذا ما توصلت له دراستان لمعهد بروكنز الامريكي ومعهد ابحاث كليجند الهولندي وذكرت الدراستان ان الخصومات والصراعات بين القوى والاحزاب الحاكمه في العراق ستؤدي الى كسر الهدوء الخادع القائم منذ مجيء السوداني والذي اتسمت اشهره الاولى في الحكم بمحاوله ارضاء الجميع عبر توزيع المناصب لكن ذلك على وشك الانتهاء لتقترب العمليه السياسيه من الصراع المعهود. ووفق الدراستين فان السوداني يحاول ان يوحي بان الصراعات بين القوى والاحزاب انتهت وان حكومته متفرغه حاليا للمشاريع الاقتصاديه والخدميه غير ان واقع الفساد المستشري والتنافس بين الاحزاب والميليشيات سيكسر التوافق الهش خصوصا وان التيار الصدري يترقب الفرصه للانقضاض علي خصمه المتمثل بالاطار التنسيقي ويقول معهد بروكنز إنه منذ تعيين السوداني في تشرين الأول من عام 2022 فإن ميليشيا الحشد تستعيد حضورها لا سيما بعد أن فتح لها السودان الأبواب أمام زيادة هيمنتها على مؤسسات الدولة حيث أعلن عن تأسيس شركة تجارية تابعة للحشد برأس مال قدره 100 مليار دينار لاحتكار الملف الاقتصادي والدخول بشكل أكثر وضوحا في النشاط الاستثماري في البلد ليتحول الحشد إلى جهاز عسكري اقتصادي دين ايديولوجي كبير مشابه لنموذج الحرس الثوري الايراني من جهته وصف تقرير معهد ابحاث كليجنديل الهولندي حكومه السوداني بانها تشكل نموذجا لاسترضاء سماسره السلطه الفاسده على الرغم من حاجة العراق الماسة إلى سياسات اقتصادية جوهرية وإصلاحات سياسية بما في ذلك تطوير الكفاءة الإدارية والقطاع الخاص، مضيفاً أن مثل هذه التغييرات لن تتحقق طالما أن عائدات النفط تستخدم لمصالح الطبقة السياسية الغارقة في الفساد، هذا بالإضافة إلى إشكالية السياسة الخارجية المتمثلة بمحاولة التوازن بين النفوذين الأمريكي والإيراني.